إصدار جديد للكاتب الفرنسي أنطونيو بيونو يحمل عنوان الكتاب الأزرق الصغير، كتاب من شأنه أن يقلب الصورة التي تطبع قصة السنافر الزرق. فالكاتب الأستاذ في العلوم السياسية ينتقد مجتمع السنافر ويعتبره متحيزا جنسيا وعنصريا وضد السامية. في السلسلة الأولى السنافر سود تناولت بشكل أساسي تهديدا يمكن إدراجه في خانة العنصرية، لأنه يقدم السنافر مرضى بحيث يصبح لونهم أسود، وعندما يصبحون كذلك يتحولون إلى كائنات أقل ذكاء لا تتكلم ولا تعرف إلا المواء. اتهامات تسببت بنعت الكاتب عبر الإنترنت بالغبي ومدمر الأحلام أو بالسنفور، فعشاق الكاتب البلجيكي بيو مبتكر السنافر يضعون هذه القراءة النقدية في خانة التصنيف السياسي. يمكنك أن تحب العرض أو لا، ولكن حركة التضامن الدولية مع السنافر تبدو غريبة بالنسبة لي. عندما كنت أقرأ مع ابني كانت هناك شخصية اسمها عزرائيل وهي سيئة. يمكن أن يقول البعض أن الكاتب فعل ذلك عمدا، ولكن في أي قصة أمريكية نرى أن الشخصيات السيئة هي من أوروبا الوسطى، وفي أي فيلم أمريكي حقق نجاحا في هوليوود السيئون هم من ذوي البشرة السوداء. آراء لا تزعزع فكر الكاتب، فكتابه يتوجه إلى الراشدين أكثر منه إلى الأطفال، وهو يقول إنه يقارب المسألة بفكر تلميذ. إنها مقربة للتسلية، يمكننا مواصلة التمتع بتلك الشخصيات كأطفال وكراشدين، هذا كل ما أحاول فعله وهو ليس إدانة بالتأكيد. الفيلم الأمريكي البلجيكي السنافر يخرج إلى الضوء في الأول من آب أغسطس، وستحدد نسبة الإقبال عليه مدى الجدلية التي تلف أبطاله أو مدى شوق عشاق السنافر الزرق إلى ملاقاتهم من جديد سينمائياً هذه المرة.